باقي الوقت أيه؟ نعطيكم دي كوكيز. لا غادي نختمو بكوكيز. أيه ضروري بالنسبة للوليدات. أيه هادو دي كوكيز كيجيو زوينين، يبغيوهم السيدات بحال في لي زانيفرسار ولا في أيه الفطور. فعلا. بالنسبة للمقادير كنحتاجو ليهم 120 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 160 غرام سكر أشقر، ساشي ديال الفاني، جوج بيضات، 300 غرام ديال الدقيق، نص ساشي خميرة الحلوى، معلقة صغيرة ديال البيكربونات ديال الصوديوم، راه كيتباعو في لافارماسي. بزاف السيدات كيسولوني على البيكربونات، ما كي زعما فاش كنعطيهم شي غوسيط كيبقاو يقولوا لي ما عندناش ولا ما لقيناهمش ولا. متوفرة هي، كيتباعو في لافارماسي بشكل بودرة. شوية الملح، 130 غرام ديال حبيبات الشوكولات الخاصة بالكوكيز، حيت كاينين حبيبات اختي سناء اللي خاصين بالكوكيز، حيت إيه. درنا حبيبات ماشي ديال الكوكيز كيديروا بحال اللي كيسكروا فوق من الكوكيز. اي واخا، يعني اللي بغى مثلا ياخذهم غادي ياخذ يسول على الحبيبات الشوكولات الخاصين بالكوكيز معروفين. داكشي. واخا. بالنسبه للطريقه، كنسخنوا الفرن على 180 درجه، كنضربوا الزبده مزيان مع السكر الاشقر والفاني حتى كيتجانسوا مزيان، كنزيدوا البيض وحده بوحده وحنا كنطربوا، كنزيدوا الدقيق مغربل والملح والخميره والبيكربونات، وكنخدموا هادشي مزيان، كنزيدوا حبيبات الشوكولات وكندخلوهم مزيان في العجين. ولا بغينا كوكيز صغير كنعبروا العجينه ديالنا كويرات صغار كنديروا فيهم 18 غرام الا بغينا كوكيز صغير، وإذا بغينا كوكيز كبير كنعبروا في العجينه ديالنا 30 غرام في كل حبه، كنحطوهم في لاطه فوق ورق سيلفيغيزي وكنذوقوهم بالحبيبات ديال الشوكولات ولا بهذوك البونبون سمارتيز على حسب الرغبه ديال كل سيده. كنعملوهم في الفرن من 15 دقيقه حتى 14 دقيقه، ما كنتعداوهاش باش ما كينشفوش، وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه زينه، تبارك الله عليك.